نشوف أيضا فعاليات أخرى جميلة. أبقوا معي. سلام، أول شيء أبيك تسلم على سلمان، تقول له متابعين السناب شات كلهم يسلموا عليك. هو طبعا من فئة الصم، يسلم عليكم. حلو، طيب ايش قال الحين؟ ايش قال لنا الحين؟ يسلم على جميع الاشخاص المتواجدين بتصوير المقطع لكم. انه هو سلمان من دوله قطر، هو سعيد انه يسلم علينا. طيب قول له هو مش متضايق من الاعاقه هذه كلها؟ ومتزوج والحمد لله وحياته سعيدة، ما عنده أي مشكلة في حياته، الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله. تسعة تسعة اثنين ما شاء الله يصلح لنا على طول. ما شاء الله عرف الرقمنا غلط. أكلها من أعمال الطلبة ولا أعمالكم ولا شلون هذه؟ لا أعمال الطلبة. كملي. هذا ركن الإشارة، طبعا هنا في قواميس لغة الإشارة وقاموس للطفولة وهي نفس الشيء هنا طبعا. هذا رؤيتكم هنا؟ هذه بطاقة إيش هذه؟ هذه البطاقة فيها الأبجدية الحروف العربية لغة الإشارة العربية القطرية، وهذه من إضافي للطلبة اللي بيحتاجوا دعم. هذا البروشور بيحكي عن في كل شيء تفاصيل تقريبا. حاجات بسيطة نعرفهم بلغة الإشارة. إيش الجدة؟ شو تتوقعتون إشارتها؟ ما أدري أشوف. جدة. هذه الجدة. جدة. بنت. أوكي هذه. جدة بنت. وهذا الجد. الجد. هذه أسرة. أسرة. مركز. أيوة. لغة. الإشارة. الإشارة. ألف باء تاء كاء جيم حاء خاء دال ذال راء أيوة. زاي سين شين صاد ضاد ط ظ عين أيوة. فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هي بسيطة يعني التعلم عن طريق اللعب. طيب بنشغل وبنطلب من الطالب أو يعني أي شخص إنه يمرر هاي الحلقة من الأول للآخر. إذا ما لمس بيضل ماشي فيها لغاية ما يلمس. يعني أستاذ حسن خلينا نشوف يجرب سنة. الدائرة الكهربائية البسيطة. كدرس هذا. كدرس. الآن بتطبق تطبيق للدرس التعلم عن طريق اللعب، بيكون الآن حتى يدرك يعني حتى يلعب هاي اللعبة بيكون ضغط جوي هذا؟ الآن نلاحظ أنه المي اللي بتنزل هذا القشة طويلة وهذه قصيرة. بينزل المي بالقشة الطويلة فبيعمل فراغ القشة للأعلى. يعني كأنه مثل ال اسمه هذا مثل نافورة البيت؟ بس هو الهدف منها أن الطالب يشوف الشدات. هذا نموذج محرك كهربائي. الطالب طبعاً بيعمل بيده عبارة عن دبابيس وسيلة. دبابيس عادية وملف بيكون من سلك شاحن خربان أو معطل، فبيعمل الدبابيس بهذا الشكل وبطبقه. هو درس برضه مع القوة الكهربائية.
أو السرقة أو الحرامي، بحس إن الحرام أول ما يفتح يطلع الصوت يدي تنبيه لصاحب البيت أو بنلاحظ مثلا إن الإضاءة بتكون في النهار مفتوحة، فأول ما يبدأ يطلع ضوء الشمس يوفر الطاقة. مع ضوء الشمس؟ يعني نموذج مبسط. صحيح. لازم ياخذها. الوسائل التعليميه على هيئه نماذج مقسمه بحيث يعني رياضيات. والله مع جدول الضرب. كيف اطلع 7 في 7؟ اشوف الاصابع المغمومة. ايوه. من جهتين 3 ضرب 3 عبارة عن حاصل ضربهم. يطلع عندي. ايوه. الاصابع المغمومة عبارة عن حاصل ضربهم. 3 ضرب 2 ب6. والاصابع المفتوحة عبارة عن جمع العشرة. 6 زائد 50 يعطيني 56. إذا 7 ضرب 8 56. يا سلام عليك. ما شاء الله عليك. بعطيك كيف معناتها كم؟ تكتبيني. ويكتب الطالب الرقم. يكتب الرقم. هاي عبارة عن 8. هاي عبارة عن 7. 3 ضرب 2 كان 3 ضرب 2. 6 ب6. والأصابع المفتوحة عبارة عن جمع العشرة. كم 10 عندي؟ 10 20. 6 زائد 50 الإجابة. 56. إذا 8 ضرب 7 56. ما شاء الله عليك. قسم النطق عندنا الأطفال اللي زارعين قوقعة ندخلينهم برنامج تأهيلي سمعي لفظي. أول إشي لازم نعلمهم كيف يحافظوا على سمعهم من خلال عدة تمارين مقاطع. كل طفل لازم يصير سماعي، يعني يحدد هاي كلمة طويلة قصيرة عشان بعدين ينتقل لجملة بعدين لقصة. فمثلا هون على مستوى الكلمة عندنا الجمل جمل، بتدرب الطفل إنه هاي الكلمة مقطعين، هون مقطع واحد هون 3 مقاطع. شوي شوي بنبدأ بنعلم معهم بالمستوى سمعي. اول شيء سمعي، تاهيل سمعي لفظي. يعني اخر شيء اللفظي. اخر شيء لفظي. هذا البرنامج لازم يكون بعد زراعه القوقعه ب3 اسابيع. تصنيف الاعداد من 1 ل99. الاعداد يعني هي عباره عن متوسط فيها الاعداد من 1 ل99. بيبداوا بقى يصنفوا 1 ل9، المركبه من 11 ل19، الاعداد المعطوف اللي هي بيكون 21 22. لا. الفاظ العقود اللي هي من 10 لغايه 90. الفعل الصحيح يعني هي على الاساس هذه اللغه العربيه. انسان سليم صحيح ما فيهوش حروف العله اللي الف الاو والياء. بنت سليمه وصحيحه سليمه ما فيش اي حاجه. ثاني حاجه يكون عليها همزه لان في نوع اسمه مهموز. اكل سال في همزه، وبعدين مضاف لو يكون ايه فيه الأطعمة المحرمة. كل ما له نوع من السلع مصنفين. والله فكرة حلوة هذه. عن طريق عمل مشاريع داخل الصف على أساس إنه الطالب تفهم عندنا نموذج أطعمة محرمة. المقصود فيها هي أنواع الحيوانات اللي فيها الذئاب الفهود. النوع الثاني طيور ذات المخلب، الصقور، النسل، العقاب. النوع الثالث الأطعمة النجسة، إنسان الخنزير. والأطعمة نبي الله العزير. تبدأ القصة منذ خروج نبي الله العزير من القرية اللي كان عايش في قرية بني إسرائيل. خرج إلى البستان الفاكهة وهيك. طبعا هو كان دائما في قريته كنا نحكي لهم إنه يدعوهم إلى الإسلام. طبعا مر في البستان وهو راجع في طريقه، مر في قرية فوقف جلس عفوا حتى يأكل الطعام، فسبحان الله جاءه ملك الموت فأراد الله أن يقبض بروحه. وفي هذا المكان في نفس المكان أنزل الله تعالى الملك وأحيا مرة ثانية. طبعا الحمار في نفس هذا الوقت تحلل.
الأطفال؟ طب شو يتفهمون مع بعض الحين؟ بالإشارة. تحليلهم الله يحفظهم إن شاء الله. كل هذا تدوير. أيوة كل هذا اللي شوفه مثل الحيوانات هذه فانزو. تدوير مشاركة بين المدرس والطالب. أيوة. لا والله حلو. يعني أنا أفرج العالم كله إنه الأصم قادر على إنه ينتج، قادر إنه يعمل، قادر إنه يكون زيه زي الإنسان العادي. صحيح. خمسة أول مبادرة هي إني أنا أهيئ لهذا الطالب الأصم فرصة داخل المجمع إنه يكون متطور. هاي المتطور عم فئة الصمية. صمي. شو قالت الحين؟ أنا أحب المدرسة. السبب؟ طبعاً إشاراتها قوية جداً مقارنة مع الطالب العادي، لأنه أخواتها ثلاثة صم فبدعموها، لكن لو كان طالب عادي هو وحيد. سولف الحين؟ إيه تقول أنا اسمي هند. ما شاء الله عليها. كم عمرها الحين؟ ثلاثة وشهر. ثلاثة سنين. ما شاء الله. السنة جات فوت روضة. الله يوفقها يا رب. الكتاب صديقي الأصم هذا شعار الأسبوع هذا. السلام عليكم أستاذي. هذا أستاذي القلم مدرسة التربية. تدوير مخلفات هذا كله عندي هنا بالصبغ كله عاملين البنات هاي هلال. هذا كله مشغال يدوية صح؟ حبيتين طالبات من الصمت ها؟ والله فنانة ما شاء الله عليها. جبن تجربة هي قدامنا الحين نشوف شو بنتنا بتسوي سندويش هاي ولا شو بتسوي الحين؟ هي بتعمل خلطة. إنزين. طيب هاي خطط. حلو. زيتون. زيتون. يا سلام عليك. هات الصحة والعافية إن شاء الله. هي تسوي البنت؟ طيب طيب ما شاء الله عليها. هاي شو تسويني؟ بعد نفس الشيء. شكرا. بالنجاح ان شاء الله هذا بدعمكم. ان شاء الله. طبعا هذا حابين نعمل قاموس اشاري متخصص، قاموس اشاري علمي متخصص في المادة الإشارية الموجودة فيها أو الكلمات الإشارية لا تفي بحاجة المناهج الدراسية الموجودة. طبعاً تعرف إنه في تخصصات مختلفة من الاجتماعيات صلاحات كثير كبيرة ومليانة تحتاج ل طبعاً إشارات والقواميس الموجودة لا تفي بحاجتها، بحاجة إنه نعمل إحنا هذا. كثير نحتاج أول شيء لازم يكون في أخصائيين لغات إشارة. طيب. متخصصين في هذا المجال حتى نولد إشارات للكلمات. بنات أو بنين برضو عندهم خبرة في لغة الإشارة حتى نشوف مدى فهمهم لها الإشارات اللي إحنا ممكن نولدها للقاموس العلمي المتخصص. يسخون البنات؟ هكذا يسخون باقة حلوة شكلها. أي زام الله خير. هديتهم الحلوة ما قصروا زام الله خير بناتنا سووا لها الباقة الحلوة الصغيرة. شكروهم عاد. يا حليلهم يعطيكم العافية إن شاء الله مهجورين. ما يعرفون يشتغلون في التمريض ممكن يشتغلون في المستشفى ممكن يشتغلون فعلا؟ أيوة ممكن الحين يأخذون لك الضغط والسكر سكر؟ يعني. خلاص أخذ الضغط بعد السكر مرة
الحين الضغط ان شاء الله خير يا رب. ما شاء الله. نقول لهم انتم صحة والعافية ان شاء الله. قسم التصوير تاخذين صورة؟ أيوة. إيش في؟ إحنا عندنا بالنسبة للتدريس بندرسهم برامج مختلفة. تمام. تختلف حتى عن المدارس برا من برامج الجرافيكس تصميم الصور. هذا إيش الحين عندك؟ الحين ده برنامج عاملينه اللي هو بتاع الوزن. تمام. كنماذج بيعملوها هم بيدرسوا البرامج جرافيكس، برامج تصميم الفيديو، المونتاج. شغل طالبات دي دخلوا مسابقه السنه اللي فاتت والعمل قبل برضو هنا. ده حضرتك مثلا ده شغل عاملين زي برنامج. ده البرنامج ده عباره ان هو بياخد الوزن تمام وبيحسب الطول، بياخد الوزن والطول مع بعض وبعدين تمام بيدخلوا الداتا هنا في الكمبيوتر، بيعمل تحليل الداتا، يدخل هنا يعطيها التحليل كامل. هو هنا بيدخل الاسم اهو، في الوزن، في طريق الطول تمام. او ما بيدخل الداتا هنا الاسم بياناته هنا، الوزن كام كيلو، نسبه الدهون قد ايه. فاحنا برنامج او بيديله المؤشر بتاع كتله جسمه قد ايه تمام. طبعا عشان هو يعمل الشغل ده كله محتاج شغل معادلات، شغل رياضيات تمام. وشغله هو حين روبوت، هذا روبوت كقطعة متكاملة. هو لا مفكك، هو مفكك، هو بيبدأ يعمل شكل هو على البوت. وهذا أنا عايز أعمل روبوت سيارة، عايز أعمل روبوت شكل إنسان آلي. الله، هذا إيش بنجرة؟ اسمي على شكل الخشب. هذا الطالب قاعد ينجز هذا بنفسه صح؟ اي ما شاء الله عندنا مهارات زينه. وهذا بعد انشغاله معنا خشب صح؟ والله قاعد نشوف شغلات صراحه عجيبه، فهم نحتاجون دعم والله. تاج الطلبة هذا. طب هذا وين راح للبيع؟ شو سوي تبي هذا؟ ده قديم من 2003 و4. هذه عندها قصة. إيه تفضل. هي طبعًا السجالة هي إيش؟ سجارات هي اللي ودت المقابل. بعد ما الطلاب اشتغلوا على الشيء الأهم اتمسح الدرس كله. طيب. دي فازت بالجائزة الأولى في جامعة كورنيل. هذا كله شغل الطلبة؟ اي شغل الطلبة، بس انا وسخته لان ده كل الشغل ده فايز بالجوائز. ما شاء الله عليك. خلينا السلبي. ابي انك تختم هنا. دي حصلت فيها اكشن استاذ جميل جدا. هذا كلهم طبعا كطلبة في مختلف الاعمار. دي مختلف الاعمار وكلها جوائزها الاول والثاني والثالث. ما شاء الله كلهم الطلبة؟ أربعة من جماعة اللي واحد طبقية قطر يد الخير. يا سلام. هيا الله طبقية. هيا الله منه. عملية تغليف ما تغليف. طبعا أنا بتكلم بالنيابة عن الطفولة. بالطبع. نعملها مستعنا نروج لها ويكونوا فعلا أهزهم زي الناس العادية. هما طبعا بيجدوا متعه واستمتاع عند الطفله. شكرا شكرا. وهذا بعد هذا شغل يدهم. هذا شغل يدهم كان ممتع. المدرسات وشي لكن ما قادرين. يلا اعطيني اياها. حط هذا على يدي. شكرا. ها وانت بعد حبتين. ها
حليلة. الله يحفظه إن شاء الله يا رب. ما شاء الله ما قصرها كل شغل يدهم. بورتريلي مليون نص طيبين كلهم شوفوني وشوف الرسمة في الأرض كيف بتكون. كلهم موجودين معاي. يا سلام شكرا ما شاء الله تصوير شلون حلو ما شاء الله عليها. كلهم قاعد يطلعون صورتي وانا مو قادر اشوفها. قال الصورة خلصت خلينا نشوف الصورة اللي خلصت. يا سلام عليك يعطيك العافية. اللي صورني لقيت صعوبة في تصويري؟ لا 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 أو رسمي؟ ما شاء الله. لا والله أنت سهل زي دواخلك حبيبي جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي حسين سمران. أنا حصلت لك رسالة موضوع الأشخاص الصغار المرحلة الثانوية بعد كذا مش ما بنعرف وين بدنا نروح. يعني إحنا بنطلع على كثير من أقراننا والأشخاص الصم اللي من أصحابهم ثقة فيهم كثير وكانوا ولا قبول في جامعات خاصة في قطر. ممكن في البلدان الأخرى في موضوع الصم بدخلوا الجامعات وبدخلوا كثير من تخصصات وبيجتازوا هاي المرحلة. الثانوية ما بنعرف وين طريق اللي راح نستمر فيها بعد الثانوية العامة. طيب الكلام هو عنده مشكلة ما بعد الثانوية. وبحكي كشخص أصلا أنا صار عندي إحساس يعني الحماس عم يتنزل تدريجيا عندي لأنه عم بتطلع على المحيط أصلا حتى وظائف لهم. أنا صار عندي الحماس الدراسة عم يخف أول بأول فأنا خاف على مستقبلي. لا تخاف إن شاء الله لا تخاف. الوان اسم الفنون البصرية. فنون البصرية زين. هاي شغل بنات كلهم مع بعض؟ شغل البنات. تسوي الحين؟ رسم على الماي. رسم على الماي؟ اخضر واحمر. هاي ماي عادي صح؟ طيب حطت ازرق. بعدين حطت ورقة بيضة عادية صح؟ رقة بيضة ألوان اللي تكون عادية وتنشف شيء وتكون بالطريقة هذه. والله فنانة ما شاء الله عليها. تبع الشكل أو الصورة المصحوبة بالكبريت على الشكل برضو فن ورسوم. المعلمة نجلاء معلمة صماء هي عندها أفكار بتعلم صف عاشر. مساعدة إلها هي عندها دقة البنت تكون عادة. صف عاشر هذا كله شغل صف عاشر في المدرسة. صف عاشر في الوضع الطالبات يعني هي تستعمل خيط. ايه طيب فهمت عليك.
والتيشيرتات هي تسويها انت تسويها؟ ايه. هاي شغلها كلها اللي وراء البنت؟ شغل البنات. بشكل ديكو بعد جيد. هل اسمع عنه اول مره اشوفه؟ هاي خامات جيب ماخذها الجاهزه اللي بخشب وتقول تسبقها. وياخذ وقت شكثر مثلا يعني شغله مثلا شكثر تاخذ وقت؟ هذه تقريبا ساعه مع الصبر. تشكل بالورود بالقماش الجوف. تسوي وردة؟ أيوة. نفس هذيلا اطلع بالشكل هذا. ماذا؟ ده طيب هذا كله مهارات عندها. لا متي ده حول. طيب صارت اللون الأحمر وبعدين. زي بدل. هذا الأزرق اخترنا اللون هذا النابي. زين نشوف بيطلع بالآخر. نفتح الخيط ونشوف إيش بيطلع بالآخر. الجهة الثانية ونشوف الآخر. تاجر محترم. عليها. يا سلام. شوف شو طلعت النتيجة بالآخر. شكرا يعطيك العافية أبو. ما رأيت رحمة الله بركاته. بس الحين هذا مدرسة في مدرسة الصوم. أجواء الجمعة. الجامعة. تكون جامعة خاصة. بعد تعب وين الجامعة؟ بعد المدرسة وين تروح وما في جامعة للصوم؟ إن شاء الله. هني بعد شغلنا بعد شغلة جديدة. شغل يدها. يعني هذا الشكل النهائي خلاص. اي ممكن هي تضيف عليه وجه الزوائد هذه. الله ما شاء الله عليها ابدعت. اتمنى زيارتي لمجمع التربيه السمعيه يعني استفدت منها لاني انا بالفعل استفدت منها واول مره اشوف صراحه هذه الطاقات الجباره. طاقات جباره من كل الطرفين سواء من الاداره او من الطلبه نفسهم صراحه لان شيء نفخر فيه ندعمهم. يمكن أكبر معاناة لهم هي ما بعد مرحلة الثانوية لأن ما في جامعات أو حتى معاهد أو كليات تقبلهم. أرجو إعادة النظر. الشيء الجميل اللي شفته اليوم والأثر صدري صراحة هو مبادرة المدرسة أو المجمع بتعليمهم إلى مهن بسيطة ممكن تعيشون منها. إخواني وأخواتي التقيت معكم اليوم أشكركم جزيل الشكر صراحة على كل لمسات الجميل اللي شفتها منكم. يعطيكم العافية. أبنائنا من فئة الصم تأكد احنا معاكم في كل خطواتكم وندعمكم ان شاء الله قدر المستطاع وشاكر لكم هذه الابتسامات الجميلة. انجازات كبيرة شفتها اليوم ومبادرات جميلة ايضا نطمح للوصول لها واتمنى تتحقق لكم كل مبادراتكم الجميلة.